مساك شباب، معكم عماد استراير ورجعناكم تختيم فار كراي 3. ايوه، يقول انه نروح نقابل دايزي قويتنا هذه اللي لقيناها اللي لقاها الدكتور في كهف تحت البيت. ما ادري وش السالفة. دايزي، ايوه هذه دايزي وليزا. دايزي ام سو تقابلوا. دايزي اللي لابسة بنفسجي و ليزا اللي على اليمين. But I found this boat. If we can repair it, we have our ticket off the island. Yeah, and straight to the bottom of the ocean. Says the boat expert. But I do need some help. There's a power. خوينا غير متفائل مرة اللي هو جيسون هذا قاعد يقول ايش؟ انه ممكن لو صلحوا القارب انهم ينجون، اوكي، بس هذه ايش قالت او هو ايش قال؟ قال انه من جدك على طول بنصلح القارب بنروح في امه في المحيط، ايش بنسوي يعني في المحيط؟ ايش الفائده يعني لو صلحت القارب؟ فيقول انه الحين لوك اراوند او اقعد ادور في المنطقه دي. فيلا خلنا نقطص نشوف ايش السالفه. ايوه اوكي يا عزيزي، ايش هذا؟ في شيء هنا. ايتون انتراكت فايند ذا باور انسايد مدري ايش. ايه برينج ذا باور هيد تو دايزي. ابشر، شكله لقينا كهرب ولا شيء، ما ادري. خلينا ندور تحت اعماق البحار. بس والله السباحه هنا ابداع، بس لو يشيلون السبرشن الموجود هذا والبلور اللي يجي كذا على الشاشه اوف يطلع شيء ابداع. بس دقيقه كذا احتاج اوقف شويه وبرجع لكم. يلا يو باك شباب، اعتذر عن الفصل اللي تو بس كان في اتصال مهم. ايوه ف نشوف ايش الحكايه. يلا امسك كهرب، معنا كهرب كويس. Hey, you found it. Yeah, I found it. And since you're carrying it, you can hook it up. لا طيب خايفه من الكهرب. طيب وقالت لي يلا انت اللي اشبك. Tell me again why you aren't doing this. ايوه حس فجأة كذا بتكهرب مو بيطير برا الكهف ولا شيء، عادي يقلب جت، ما في اي مشكلة. ايوه مغبر الماكينة يا عزيزي، من الثمانينيات هذا القارب، اعوذ بالله. يلا خلينا نروح نشوف ايش الحكاية، ايش فيه؟ ايش هذا الغد حقنا ولا ايش؟ ايوه دبليو تي اف يا عزيزي. I'm sorry you missed your shoot. It's not your fault. اوه هذا شكله ممثلة. The important thing is we're both safe. فا ايه هذا شكلها ممثلة يعني تقول انه فوتت تصويرها في هوليوود. You saved me. I'm here because of you. لا يا شيخ. What we need now is an action plan. Okay. I find Riley and our other friends. You stay here and help Daisy with the boat. طيب ديل، اوكي مو مشكلة. يقول الحين نروح ندور على رايلي والناس الثانيين الكويسين. لما اخوي الشيء ذا وهذا بتقعد هنا تساعد دايزي. فيلا خلينا نروح. مشينا سكسس، خلصنا المهمة. اهم شيء النقزة ذي تحسه قرد كذا قاعد يتحرك مو بآدمي. اوكي ايش في؟ ايش هذا؟ اكزت ذا كيف. طيب خلاص. اوه جانا 1000 اكس بي بس عشان تحرك لي كذا خطوة. اوكي ثانك يو. وات هابند؟ هذا خوينا وات اللي شو اسمه ذا رئيس القرية ذا ما ادري كيف جاي هذا. الأول واحد انقذنا لما انغرقنا. ايوه Okay. The temple is in the jungle. I will meet you at the gates. All right. All right. طيب يقولون في واحد اسمه سترا، هذه رئيسة الناس الرايكل هذول مدري ايش اسمهم، ويقول انه هذه هي يعني
يعني ها بتعطيك الزبدة حقت الموضوع وإن عندها معبد هي يعني هي زابنة في معبد عندهم كذا في نص الغابة ف ما أدري روح لها ولا نلفلف في الجزيرة أنا أقول نلفلف يا رجال بس بلفلف في الجزيرة بدل ما أنا قاعد نسوي مهمات على الطاير كذا 24 ساعة أنا بس بنزل تحت عشان أخذ لي أصبر انزل هنا أبغى أعشاب بلفلف في الجزيرة بحيث إيش هو قال لي الحين إنه يمديك تسوي إكسبلور أو تسوي يعني تبحث في الجزيرة الكويسة هذه بس دقيقة 1 2 3 طيب أنا ما قد شفت الكنترولز من بداية الجيم ف كاستمايز كنترول موف هيل ثرو جرنيت ثرو روك سي 4 شكرا فيرست ويبن سكند ويبن ماين بس خلاص هنا يقولون في الكاميرا حقته ذي الفلة اللي دائما اضغط عليها ما عندي السلاح ذا الفرد طيب ايش تتوقعون اسوي ايش تتوقعون اسوي في صندوق هنا اول شيء افا يقول ان البتاع حقي فل دام ان البتاع حقي فل خلينا نروح نسوي لنا كرافتنج انا بسوي سرنج ولا لا سرنج اي والله بسوي هذه الحقنه شكرا سوينا حقنه هذه نقدر نسويها اي والله نقدر نسويها ذي كرافت لارج ويبن ستارت كاري مور جنز يقول انه لما اسوي هذه اقدر اشيل اسلحة اكثر فا ايش هذه حقت اسهم ما ابغاها هذه اظن بتفيدنا اوكي جوت سكن يلا كرافت يا راكت هولستر دير هايد روكت باكس او هذه حقت ار بي جي والحركات الكويسة هذه حقت اللي يطلق نار هذه هانتنج حقت الصيد ما ابغاها انا الحقن هذه اصلا ما فادتني في اي شيء ف ذي الحين صار عندنا شنطه كبيره خلينا نشوف هل نقدر نسرق ذي الحين من ال افا ايش هذا ما يمدي امشي عكس التيار الكويس افا طيب يقول انه مره فل عندي الوضع وانه لازم اروح اشتري من محل ولا شيء اشوف لي صرفه يعني انا وين انا هنا فاقرب محل يا عزيزي ابغى محل محترم يعني هذه يمدحونها مناكي هذه القرية المرة كويسة ولا نروح هنا هذه مرة كويسة منطقة مرة مسالمة فيلا فاست ترافل بالله ابغى اجمع لي اغراض كذا على شوية طقطقة يعني ما احنا قاعدين نلعب لعب اللي هو اكشن فالحلقة هذه شوية طقطقة كذا I would like some assault rifles please I want to like make up انا 1000 اوه عشان كذا ما يمدي يسرق 1000 على 1000 المحفظة حقتي يا شيخ طيب ايش هذا يمدينا ابيع اشياء اي والله يمدينا ابيع اشياء عشان ايه والله ين معي اشياء كثيرة طيب ريكومندد سو هذه كلها اشياء تنباع عجل كويك سيل بالله كانت سلوت ولا تزفل اوه صح نسيت اني اشتري سلاح بشتري اوه يمدي اشتري سنايبر لا يا شيخ غالي طيب اوكي طيب انا اقول لكم شو نسوي الطريقه الوحيده اللي نقدر نسويها نشتري اسولت رايفل اي اسولت رايفل سلك لعمرك لا ما نقدر نشتري اي شيء يا رجل طيب لو شرينا امو مثلا نقول اسولت رايفل اوكي والاي كي عطني اكويب اي هنا بالله اكسبت باك بالله يعطني امو ابغى امو مره كثير
اس ام جي اسولت رايفل. ايوه شكرا. امر زير فور ذا سون تايب ار فل. اه اوكي. انا ابغى اشتري اشياء ما ادري خلاص فل يعني مره ما اقدر اشتري اشياء. طيب نروح للحل الثاني. الحل الثاني اني اروح اصطاد. نروح لكرافتنج اول شيء اوكي عشان ابغى اسوي ولت. ولت ايش تحتاج له؟ ولت يا طويل العمر تحتاج له بيج هايد. ف ايه نحتاج نروح نصيد خنازير بس ما هي صعبه يعني بس ابغى سياره عشان يعني نصير كشخه كذا وحركات يعني ما نصطاد كذا كعابي. لازم نصطاد بسياره يعني نصير حركات مره خنفشاريه. ف اوكي سوينا له سرنج او حقنه. خلنا ناخذ الاعشاب هذه. اوكي طلع السلاح حقه يلا بسم الله. اليوم نزل اللي هو يوم تقريبا الثلاث نزل افا نزل تحديث للعبة. دقيقة بس خلنا نحدد مكان. ما ادري حجمه 200 ميجا ما ادري ايش سالفة التحديث ذا لكن شكله انه عدل اشياء مرة كثيرة يعني في اللعبة. لانه كان في جلتش اول انه الامو كان يخلص عندك وما يظهر لك ان الامو خلص. فشكلي بروح هناك عشان شكله هذا خنازير اظن. هذا صورة خنزير ولا لا؟ هذا تفشل الحين ما طلع صوت خنزير يطلع شيء ماش. احنا ندور جلود خنازير ف المكان اللي نبي نروحه ورا. انتم الاغنيه الباكستانيه حقتكم يا عزيزي. ابو كلب. يلا خلينا نمشي الحين لموقع الصيد عشان نصطاد. ولا ما شاء الله مشغل لي انوار ومدري ايش ومحاكاة للجزيرة و... لا لا صراحة اللعبة جامدة صراحة يعني. نوقف هنا صبر شوية. انتراكت افا هج 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 يا ولد. لا 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 فكرة ما لها داعي ما لها داعي يكفطونا. انا موقف عندهم بعد موقف السيارة جنبهم. الناس المش كويسين هذول. اي الجلنط اسحب. ايه عطي شنب شنب نب. اوكي افا 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 وش سالفتهم هذول؟ شوي يطلعون فيني زي كذا. لا 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 هدي هدي اتفلت. ايوه الزبده فين مكان الصيد حقنا؟ حنا نبي نروح مكان الصيد الكويس عشان ايوه ايوه هذا ايش؟ ما ابغى هذا. ال مو مشكلة اصلا عادي. يا اخي احنا نبغى ما نبغى هذول. ايش هذه الحيوانات؟ كلاب هذه مدري ايش. ها 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 باقي احد؟ يلا على الاقل جاتنا سيارة كويسة احسن من سيارتنا لابو كلب. مع انها مكشوفة لكن وش نسوي؟ شي حالك. طيب احنا فين ذي الحين؟ احنا هنا. المكان اللي بنروحه هنا يعني لسه ما وصلنا. انا ابغى اصطاد خنازير خنازير. ابغى اصطاد على الاقل خنزيرين ولا ثلاثة ولا شيء لانه ايش؟ ايش هذا؟ هديت لانه في ونيت هناك موقف كذا والوضع ما يطمن. خلاص وقف هنا يا عزيزي. حان الوقت للكعابي. حان الوقت واللي ايه لنصطاد. حلو بليال الا عطاري الخنزير. الصيدة جاهزة يا عزيزي. ما يحتاج. كويس يلا كرافت سيمبل. شك سيمبل لا ما ابغى هذه. ابغى ولت. ايوه شكرا ولت. بالله سوي لي ولت سيمبل ولت كرافت. ايوه ذي الحين اقدر اشيل 2000 دولار. ما ادري ايش كسواري هذه بس زبد. ذي الحين نبغى مدينة. خلنا نرجع لمدينتنا هذه الاماناكي بالطريقة الخنفشارية
عشان نبغى نصطاد ونحط سنايبرات وحركات خنفشارية. ويه ليتس جو ليتس جو ليتس جو مان ليتس جو. اوكي نروح للمحل حق خوينا ذا. اوكي خوي ابي ابيع عليك اشياء مره كثيره. كويكسل كويكسل هذه ببيع الاشياء اللي هي انيوزابل لوت، يعني الاشياء اللي ما تقدر تستخدمها في الكرافتنج، اللي هي مثلا او خليني اعطيكم على سبيل المثال هذا ما ادري ايش هو كذا اوراق كذا غريبه كذا ما ادري ايش سالفتها اوراق دايموند الزبده. المهم فهو يبيع لك الاشياء هذه ما تقدر تستخدمها، لكن ما يبيع لك هذه مثلا، هذه تقدر تستخدمها انت، تقدر تسوي فيها حقنات وحركات مره كويسه اللي هي الاعشاب هذه، فما يبيع لك هي، لكن يبيع لك مثلا الدكتاكس الحركات اللي نزرفها من الجنود هذه. فنضغط اكسل نضغط اوكي وبقينا الاشياء اللي نحتاجها او نستفيد منها. ف كم صار معي 1400. ابغى اشتري سنايبر سنايبر اس في دي ولا ام والله ين فرق عملاق بين الاثنين. طيب خلينا نشوف هذا كيف شكله. واو والله كشخ الثاني. طيب هدفنا نشتري ذا السنايبر، وحنا يعني بينا 300 قرنقش. في خلاطات في حركات كويسة. مابس هذه يعني علمك اماكن اللي تنصرق الاشياء الكويسه. لانشرز ار بي جي، لا ما اظن بستخدم ار بي جي مره لا تفكر. اوكي طيب ايش نحتاج عشان ذا الحين بنطلع نصطاد ونظبط وضعنا وحركات وشاريه وكذا. فايش نحتاج؟ نحتاج لوت تراك ستاكس. هذه ايش؟ هذه تخليني اشيل اشياء اكثر في اللوت، والاشياء اللي اقدر ازرفها اكثر. فايش يبغالي؟ يبغالي تابير هايد، ما ادري ايش تابير هايد لكن ان صورة الحيوان ذا نبي نذبح الزبدة. وايش ثاني يبغالي؟ يبغالي امو عشان اشيل امو اكثر. فالامو يبغالي بور هايد، تستهبل يبيلي خنزير زعلان، مو بخنزير العادي ذا الاليف، لا خنزير كذا زعلان انت كيف جاي. المهم بس خلاص خلصنا. العطاري صح الميديكال، الميديكال كيف اشتري لها توسيعات؟ سرنج كت بيج هايد برضو يبغالي خنزير. اوكي يبغالي خنازير ويبغالي اشياء مره كثيره. ف ايش بسوي؟ بروح هنا اوكي ولا لا؟ بروح هنا اوكي نطالع كذا بس عشان اضبط الوجهه. اي والله هي هنا كل حاجه هنا. بروح هناك واقعد اصطاد وحركات كويسه خنفشاريه. ابو الخنفشاريه بعد نطلع نصطاد وحركات ونبيع، تصير امورنا في ابو السليم يا رجل. يلا بسم الله توكل توكل. شغل الكرسيد البوكس، كرسيد ابو كلب. ايش هذا؟ المهم ايوه الجسر ايوه الجسر ايوه. كيف تعلق؟ كيف تسحب على السيارة؟ ايوه كيف تسحب على السيارة؟ لكن ما في سيارة اصلا. طيب صديقي كيف كعاب يعني لين المحطة الجاية؟ كويس محطة قريبة اجل. هذا اللي كنت ابغاه، بس هذا اللي كنت احتاجه بس كذا. سلام، من اللي يطلق هذا؟ سبرشن هيد شوت. في واحد فوق، حس فجأة كذا بيطلع لي مدري كيف، لكن في واحد الزبدة. هذا مات. لم ايش هذا الانفجار؟ هذا كشكله كان حاط ماين ولا شيء بالشارع. شفته. تعال اجل تسب اجل. بسم الله
مشكلة يعجبني الناس اللي زي كذا ما يشوفونك. ابليس كيف طلع ذا؟ اطعن. يلا يلا بالله هات لي علوم كويسة من عندك. ايوه وانت كيف؟ ايش نظامك؟ عطني علوم كويسة. انا معي هاند جان اصلا. اذكر ان كان معي فرد ما ادري وين راح. يا رجال ما مشكلة. عافية عافية. المهم هذول ما خلصوا. طيب دقيقة بصرف خويكم بعدين اقتلوني. باتريز كويس. سلام. وين رايح؟ بس خلاص. كلا كلا. لوت بدي. هذا اهم شيء كذا تسوي لهم لوت كذا. صحيح انهم ابو كلب لكن ينفعونك يعني. يلا كسرنا الرود بلوك الكويس هذا ومنها ناخذ لنا سيارة عشان ما مكان الصيد حقنا هنا اصلا. اوكي مكان الصيد حقنا هنا بس مشكلة كيف نطب عليه. هذه مشكلة يعني كيف نروح لمكان الصيد.